اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك. ولما نقول خليها سمك يعني من طبعا احنا بنعيد الحلقه دي يوم الخميس من كل اسبوع اعاده اكله سمك، ولكن بنعملها بتفاصيل. واكله السمك معانا في خلال الاسبوع بيبقى لها طعم مختلف، يعني بنخرج عن جدول المشوي والمقلي والحاجات اللي احنا معتاده ناكلها. حتى لو هنعمل المقلي بنعمله بطريقه مختلفه. معانا سمك النهارده الناجي الاحمر الحلو، هنعمله النهارده مع الخضار. هي ممكن تتقلي ولكن افضل حاجه ان هي تتعمل مع الخضار، لطيفه وجميله لان ده سمك بحر، فالخضار هنا هياخد طعم اليود، هيبقى له طعم مميز. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا جمبري لحم النهارده للاطفال الحلوين واللي هم مش بيحبوا السمك، هنعمل لهم مكرونه نجرسكو بالجمبري. نشوف نعملها مع بعض ازاي. طبعا هنستخدم معاها جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، البشاميل او الوايت صوص، هتبقى لطيفه وجميله. ولكن معانا النهارده عائله الرخويات اللي هو السبيط. السبيط معانا النهارده والكاليماري مدرسه واحده في الشكل وفي اللون وفي الطعم، ولكن طريقه ان احنا نقل السبيط دايما بيشد معانا يا مغازي وما بنقدرش نستمتع بيه. فانا هعمل النهارده سبيط مقلي على طريقتي، هتعجب حضراتكم، ونقدمه على فرنبيك كده علشان الاسره كلها تجتمع على طبليه واحده ويفضل معانا سخن لغايه اخر لحظه ما نقوم من على السفره. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه اللي احنا بنشوفها بعد ما بنخلص الحلقه مع بعض، ومفاتيح الاكله الحلوه ومفاتيح نجاح اي طبق احنا بنعمله اكيد بيبقى فيها تفاصيل. هستاذن حضراتكم وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لاكله سمك وخليها سمك النهارده. اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره واكله سمك بطعم تاني النهارده مع بعض. تعالوا نشوفوا نعمل سمكه الناجل ازاي بالخضار. المقادير بتاعتنا على الشاشه وتفاصيلها بسيطه وسهله. معانا سمكه تزن من الجرامات تقريبا 750 جرام. بعد ما نضفناها توزن تقريبا 650 او 600 جرام. ومعانا تشكيله من الخضار اللطيف من خير ارضنا، فلفله ملونه، جزر، كرفس، بصل، فلفل الوان، وطبعا ما ننساش شويه روزماري حلوين مع بعض، والثوم، والبهارات بتاعتنا مفيش ملح، في صويا صوص وزيت سمسم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه تشكيله الخضار معايا، بجيب البصل بقطعه جوليان، معايا السمكيه الحلوه، باخد البصل اهي كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، حلو قوي، كمان بصلايه. فرصه ان احنا ناكل الخضار بطعم السمك، وفرصه ان الخضار يشارك مع اطباق السمك اللي بنستخدمها، يعني نخرج من جو اللي هو يبقى السمك كله مقلي على السفره. خلي بالك ده حلو قوي على فكره، لان الخضروات مفيده سواء في الصيف سواء في الشتاء. حلو قوي، دي شكله الخضار بتاعتنا الجميله. بنجيب كسروله زي دي كده وبنحط فيها كمية الخضار، إذا كان بصل قطعناه، إذا كان خضار مشكل بالشكل ده اختصارا للوقت مقطعينه ومزنبلاص وجاهز معانا، كوسة، جزر، فلفل ألوان. الطبق ده روحه في كرفس بلدي أو أفرنجي بيسموه طبعا، ده موجود في المحلات او السوبر ماركات الكبيره بتجيبيه، طبعا بيبقى حلو. ده للسمك حلو جدا سواء في طبق شوربه بتستخدميه، سواء في الصواني، ده كرفس افرنجي، في منه البلدي بتاعنا برضو لطيف وحلو، بس ده طبعا هيبقى شكله حلو. بنقطعه بالشكل ده كده. الكرفس ملك الشوربه وخاصه السي فود، اقطع بالشكل ده كده، ونلم الورق بتاعه ده كده، مهم جدا. بناخد الخضار ده يا عم الشيف نتبله، ومعايا طاسه شديده الحراره على النار جاهزه. الخضار ياخد التتبيله دي كده. شويه الخضار دول حلوين على فكره عندك في البيت بقى، بعد ما يبرد ممكن تستخدموه كسلطه. بنحط عليهم صويا صوص. طالما يا ست الكل، يا امي يا خالتي، حطيتي صويا صوص
حذاري انك تحط ملح، ونحط شويه ثوم طازه فريش حلو قوي. سيبك من الثوم الباودر ده ما ياكلش عيش، انا مش ضده ولا حاجه يعني، هو بعض الحاجات بيبقى مفيد جدا في الايه في الفرايد المقليات، اما في الاطباق الرئيسيه بتاعتنا الشرقيه لا يحبب فيها الثوم الباودر، خلي بالك، ولكن انا مش ضده برضه عشان ما حدش ياخد الموضوع بايه. لا يعني بتعملي مقلي، بتعملي كريسبي، لو استخدمت توم باودر وبصل باودر وجنزبيل باودر اكيد بيضيف ليفر حلو مع المقليات ومع الكريسبي ومع الكفر بتاع المقليات. حلو الكلام، حلو الكلام. انا حطيت شويه شبت صغيرين، هحط شويه هنا بابريكا حلوين كده. معانا الطاسه شديده الحراره على النار، بحط شويه زيت زيتون بالشكل ده كده، حلو، واقلب كل الخضار ده مع بعضه بايديا كده، يبقى فيه مزيج كده حلو. هي كده لوحدها سلطه عموما يعني. نقدر نستخدم الخضار ده بقى محطه الابداع، نعمل اسبرينج رولز منها، نعمل فطيره منها بعجينه جلاش او عجينه فطاير هشه، نستخدمها مع اطباق مكرونه تبقى لطيفه، حشوات بيتزا تبقى لطيفه، تشكيله من الخضار لطيفه اهيت، خدت طعم الصويا صوص بعيد عن الملح خالص. عندك زيت سمسم حطي معلقه مفيش مشكله، الخضار كده جاهز. ناخد السمكه الحلوه بتاعتنا اللطيفه دي كده بالشكل ده كده، بنيجي على جسمها ده كده، نقطعها بالشكل ده كده، فاتحه من عند السلسله عشان طعم والفليفر يخش على السلسله بتاعتها. نيجي نفس القصه هنا كده، مطلوب تمام. ونيجي هنا في قلبها نحشيها شويه، شفت ازاي؟ طلعنا. نبص على المعده بتاعت السمكه، لا بص انا عايزك تبص كده الاول السمكه اتنضفت ازاي. هو ده. طيب ناخد الخضار بتاعنا، حلو اهو، الحشوه دي بتدي شخصيه للسمكه، قفلتها كده بخليها بالشكل ده كده، نشيل ده بقى خلاص. نبدا نحط هنا معلقتين زيت مع صينيه شديده الحراره اهي زي الفل. باخد السمكة دي يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، واجي حاططها هنا كده. يلا الله، هو ده. واخد الخضار بتاعي ده كده جنبيها كده. ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه بقى يعني ايه الكيمياء اللي هتحصل هنا؟ السمكة نتيجة التحمير في طاسة شديدة الحرارة هتديني البهريز بتاعها، الدهون بتاعها، أوميجا 3 بتاعتها، الدهون بتاعت السمكة ما بين الجلدة وما بين اللحم هيختلط مع الخضار، وأنا بغرفها بقلب كله مع بعضه هيبقى طعم الخضار واخد طعم السمكة. هنا ده بقى الشطارة. زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180، فرن شديد الحراره، وانت واقفه في المطبخ كده زي الباشا، عملتي سمكه بطعم تاني خالص، وما تسميهاش بقى صينيه سمك بالخضار، لا خالص. ونروق المطبخ بتاعنا، نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي حالا مع بعض. معانا ورقه زبده هنيه، الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة الحلوة مع سمك الناجل بالخضار مع صويا صوص، تفاصيله شفناها من البداية. أستأذن فريق العمل نطلع بمقاديرها كده مع الطاسة والصينية الحلوة، تشكيلة من الخضار زي الفل اهيت. هناخدها زي ما هي كده عينية، هجهزها علشان نبدأ إن احنا
نحطها في الفرن. تمام، هنغطيها كده زي الفل. لازم نغطيها كويس. ليه يا عم الشيف؟ علشان اعمل عملية احتباس البخار والسوائل اللي هتنزل من السمكة، اديها فرصة تتعرف على تشكيلة الخضار اللطيفة. اهو كأنك بتعملي ديك رومي يعني. اه زي الفل. اقفلها كده في درجة حرارة 180 200 مش مشكلة. نعمين؟ لا زي ما هي كده. ما هي حلوة. والسؤال ده جميل جدا. مخرج الجميل بتاعنا بيقول لي المفروض تتقلب ولا ما تتقلبش؟ ان انا احطها في الفرن كده بتاخد نص التايم بتاع التسوية زي ما هي متغطية. النص التاني برفعها على شبكة الفرن واشيل الغطا بتاعها، هتديني اللون اللي انا عايزه. الكلام ده والتفاصيل هنشوفها من بداية الان دلوقتي كده بالظبط 30 دقيقة 25 دقيقة حسب وزن وحجم السمكة. دخلتها الفرن. نقفل الفرن نخش على اللي بعده ولا نطلع فاصل حبين؟ طب هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض. خليها سمك النهاردة. المكرونة بتاعتنا النهاردة مكرونة نجرسكو بالجمبري مدرسة المغازي. معانا صبيت فاصلة الرخويات للبحر الجميل. هنعمل الصبيت ده مقلي بطريقة مختلفة النهاردة ونقدمه لحضراتكم سخن. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنقلي صبيت مع بعض النهارده بطريقه المغازي. نشوف هنقليه مع بعض ازاي. الصبيت اشتريناه زي ما هو كده، بتتنضف الراس بتاعته، بتتشال العيون بتاعته، معدته الحبر الاسود بيتشال وبتبقى معانا زي ما هي. حبيت الصبيت زي ما هي. بتشتري الصبيت اللي هو تقريبا 4 أو 5 في الكيلو، 4 أو 5 في الكيلو بالحجم ده كده. هناخد الصبيت ده ونخليه كده هنا ونعمل له خلطه دلوقتي مع بعض. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. معانا من النشا معلقتين ومن الدقيق 4 معالق. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عيني 1 2 3 4 ونخلي بقيه الدقيق معانا جنبينا هنا كده. حلوه. ونحط على الدقيق ده يا عم الشيف والنشا شويه توم طازه. حلو قوي. ونحط عليهم يا عم الشيف 2 معالق من الصويا صوص. حطيت ايه يا شيف تاني؟ توم ونشا وصويا صوص. حلو قوي. ومعانا من الروزماري عود حلو كده. بناخد الورق ده كده بالشكل ده كده ونفرمهم بالسكينه. ده روزماري. افرمه ناعم. صبيت مقلي كريسبي بطريقه مختلفه. ناخد الروزماري ده كده زي ما هو اهو وننزل بيه على الدقيق والنشا. حلو قوي. قليل من الشبت الحرامي ده بيسرق الطعم. حلو قوي. شويه بابريكا وشويه بهارات من ايدك الحلوه. بابريكا، شويه كركم حلوين كده، وفلفل وبس. مش هحط ملح لان انا حاطط صويا صوص. حلو قوي. الخليط ده كده زي الفل. تمام، هنقلبهم بماء مسلج. اللهم صل على النبي. ماء مسلج يعني ميه بارده. الخلطه دي نهتم بيها كده. هي دي هي دي هي دي. تاني. عملت ايه يا شيف؟ الكسرولة دي البولة دي فيها ايه؟ فيها 2 معالق من النشا. اكتبوا ورايا يلا عشان تحمري السبيت على طريقتي. بس لازم تشتري السبيت 4 حبات او 5 حبات في الكيلو.
معلقتين نشا، اربع معالق من الدقيق، معاهم معلقه من الثوم المفروم الطازه، معاهم معلقتين من الصويا صوص. هنا نستغنى عن الملح، قليل من الشبت، شويه روزماري اذا وجد، لم يوجد خلاص مفيش مشكله. حلو تمام، اللهم صل على النبي. ايوه تحطي زيت. ناخد الصبيط بتاعنا ده كده. تعالى يا باشا، ايه الاخبار؟ زي ما هي اهي، ودي كمان زي ما هي اهي، ودي كمان زي ما هي اهي، ونشيل كل حاجه من هنا. أأمن على الزيت بتاعي اخباره ايه؟ درجه حراره عاليه جدا. حلو قوي. ناخد السبطيه دي كده، بنيجي نفتحها فتحه صغيره من هنا كده، نفس القصه هنا كده زي ما هي. اهم حاجه تشيلي العين وتشيلي الحبر اللي هو بطن الحبايه السبيط، اهي شيلها خالص من هنا اهي. حلوه زي ما هو كده زي الفل. وعندي شويه دقيق، باخد السبيط احطه في الدقيق ده كده بالشكل ده كده، ونفس الموضوع هنا كده. هيعجبك الطريقه دي، هتوفر عليكي حاجات كتيرة قوي. اولا السبيط مش هتحمريه ويشرب منك زيت، ثانيا السبيط هيستوي معاكي، ثالثا هتوفر عليكي وقت. ناخده بعد كده بنسقطه في الخلطه بتاعتي زي ما هو كده اهو، نفس الموضوع اهو هنا كده. عينيا تمام كده مكانها اهو، نفس الموضوع. اشيلها كده انفطها من دي من الغبار ده كده، واحطها هنا كده، واروح على الزيت. حلوه انا سخنت الزيت، ابدا اهديه بقى، واخد ده كده واروق على الدنيا دي كده زي الفل. اخبار الزيت ايه؟ نبص عليه كده. اللهم صل على النبي. ايه الدنيا؟ نجيب السبيط بتاعنا، زي ما هي كده اهي اهي، بص عليها وبص على الحلاوة، على فين يا حلوة؟ اهو اهي 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 اهي، انزل هو ده. طب نشوف التانية، معلش اهو اهي 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 اهي، سبطية سليمة اهي اهي، زي ما هي كده اهي اهو. الله عليك يا شفيق. انا بتبسط لما يحب حد يعمل شغل اهي زي ما هي اهي. بص مرزه اهي اهي، حاضر اهو اهو. حلو، بس سيبها كده في الزيت شويه. الخلطه دي صعبانين عليا بصراحه، انا مش هتنازل عنها. اقوم اعمل ايه؟ اعمل حاجه لطيفه قوي. السبيط المقلي ده المفروض اقدم معاه حاجه، بطاطس مقليه لا، بروكلي لا، بطاطس مشويه لا. في المطبخ الاسيوي او المطبخ الماليزي او الصيني او الياباني بياكلوا حاجه اسمها الطنبوره، خضار مشوي او مقلي بخلطه الطنبوره اللي انا عاملها دي كده، بس هما بيعملوها بمياه غازيه وحاجات تانيه كده، فانا عملتها بطريقه النهارده بسيطة وسهلة. أو ما نعمل البصل الأخضر بتاعنا الجميل الحلو، الفلفل الحار الجميل الحلو ده كده، وأقدمه برزنتيشن مع المقلي اللي أنا هعمله دلوقتي وأنا شغال. شفت المطبخ وشقاوته؟ شفت المطبخ وحلاوته؟ البصل ده كده نقطعه كده عينيا أهو أهو، لما هي زي الفل. أنا عايز الفليفر والدقيق ده عليه أهو. شفت البصل ده كده زي ما هي كده، بنحطها هنا نفس القصة البصل الاخضر بتاعنا ده كده نفس الموضوع. الفلفل ده كده هنا نفس الموضوع، هنا كده شويه خضار كده حلوين هنقدمهم دلوقتي مع السبيط المقلي نفس القصه دي، مش محتاجه دي هنا برضو البصل الاخضر نستغله مش مع طبق الفول وبس، هو ده.
واخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي كده، بزود لها شويه ميه صغيرين شكرا، وبقلبهم مع الخلطه اللي باقيه عندي. شفت الجو ده كده؟ هو ده، الله عليك. وبعد ما اقلبهم التقليبه دي، تتبيله عينيه، التتبيله دي مهمه جدا، التتبيله دي مهمه جدا للخضار ده بتاعنا. ابص على السبيط، عايز تبص على السبيط عينيا، تقلاش عليه، بص على الحلاوه اللي هنا. شفت اللون الكهرباء ده، اللون البرونز الجميل الحلو ده، اللون الذهبي ده كده. بص عليها كمان، اطلعها لك بالشوكه عينيا، مش حرمك من حاجه. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الكريسبي دي؟ زي ما هي كده بتنزل اهي، ودي اختها معاها هي زي الفل اهي، بص عليها اهي اهي، نحطها هنا تكمل تحضير. حلو قوي. ناخد الخضار بتاعنا بعد ما قطعناه وتبلناه في التتبيله الحلوه، بنحطه في الدقيق بتاعنا ده كده. شويه خضار حلوين، تبلت الخضار في التتبيله مكان السبيط. شكرا، واشيل الخلطه دي مش عايزها. اخبار السبيط ايه يا عم الشيف؟ الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بص على السبيط، بص على السبيطيه، بص على الجمال. مدلعك انا النهارده. لازم هو تاني اهو، نكمل زي الفل. حلو. تعالوا مع بعض، الشيف المغازي كاتب في المنيو سبيت مقلي مع الجبنه. استاذه ريحاب وانا بديها المقادير متابعه معايا، قالت لي ازاي اكل سبيت مقلي مع جبنه؟ اعرف مثلا الستريبس الدجاج مع جبنه، بطاطس مع جبنه، انما سبيت مقلي مع جبنه دي حاجه غريبه. واضح برضو انت بتسمعي الاسم تتخضي. هنعمل صوص الجبنه دلوقتي مع بعض، مقاديره على الشاشه، جبنه شيدر مبشوره، معانا حليب، وتعالوا نعملها مع بعض عشان السبيط ده يطلع من الزيت يتقطع بشكل احترافي وينزل عليه صوص الجبنه واحنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه حليب على النار، يسخن الحليب، بنحط عليه مكعبين من الزبده، حلو قوي، الاولاد والاطفال بيحبوا الحاجات ديت. وننزل على الزبده والحليب بشويه جبنه ونقلبهم مع بعض. اللهم صل على النبي. زي الفل. وناخد شويه دقيق من اللي عندنا اللي كنا بنتبل فيه من شويه. السبيط كده خلاص بنرفعه من النار، وندوب معلقه دقيق بالشكل ده كده، قوام صغير كده، مع سنه شبت صغيره هنا زي الفل، وشويه ميه. ده المطبخ، توقفي كده عارفه بتعملي ايه. خلص الكلام زي الفل، بندوبهم ونحطهم هنا، يديني القوام اللي انا عايزه على طول. شفت القوام طلع في ايدي ازاي؟ كده صوص الجبنه معايا زي الفل. نكمل ولا نطلع فاصل؟ انا المفروض دلوقتي اغرف السبيط، حابين ايه يا شباب؟ انا معاكم. نروق ونشيل الدنيا كده عشان خلصنا شغل النهارده. انا ما بشتغلش، مش بعمل حاجه النهارده، بتسلى. بشيل كل حاجه انا مش عايزها هنا خلاص، عشان هنبدا نشوف الانتاج بتاعنا. في السمك في الفرن، هنبدا دلوقتي نشيل الغطا من عليه ونطلعه على الشبكه بتاعت الفرن مع بعض. ومعانا خضار هينزل مكان السبيط في قلب الزيت، واحنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. ومعانا مكرونه نجرسكو هنعملها دلوقتي، ولكن تعملي سمك
تعملي ديك رومي، تعملي خروف ضاني، اهم حاجه يا ست الكل النظافه. السبيت ناخده في طبق كده ونخليه جانبي. يا نعم. طب نطلع فاصل. هستأذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل، وفي تفاصيل في الحلقه بتاعت النهارده صدقوني بجد من حبي ليكم مع بدايه عام ميلادي جديد مش هعمل حاجه خالص غير ان انا اروق الحاجه بتاعتي، ونتابع مع بعض بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتفاصيل الحلوة، وشكر خاص مني لفرسان التلفزيون المصري إخراجيا وتصويريا. أنا معايا حلة بتغلى على النار فيها بوكيه جرنيه، بس البوكيه جرنيه المرة دي مختلف، في الجزر والكرفس والبصل والثوم، بس أنا عايز أسلق المكرونة مع بوكيه جرنيه. أهو حلة على النار بحط فيها البوكيه جرنيه بتاعنا، أهو جزر كرفس بصل ثوم ورق لورا، كل ده هو ده، أهو زي الفل نزل في الحلة. شفناه بس اهو بنعمل ايه يا عم الشيف؟ المدرسة الطهوية المغازية بتقول ايه؟ بنحط المصفى هنا، حلو قوي تمام، وبنحط نقطتين من الزيت او معلقة مع قليل من الملح، وننزل بالمكرونة بتاعت هو ده بس، ونسيبها تتسلق. حلو قوي، يلا هات، الله يبارك لك، يلا حبيب قلب. تعالوا مع بعض نغرف السبيت الحلو ده كده بطريقه شياكه، تعبنا على اكله حلوه ومخرجنا صورها تصوير حلو. تعالوا مع بعض نشوف هنقدمها ازاي. بنحط دي هنا كده، اللهم صل على النبي، وناخد الزهره اللي هي شديده الحراره دي كده، خلي بالك دي سخنه يا مغازي، لا تعور ايدك يا مغازي، الله، ونحطها هنا. اعملي الكلام ده في البيت تكلفك ثلاثة تعريفة، في وسط البلد بتلاقيها ب 20 جنيه ب 30 جنيه زهرة كده حلوة لطيفة هتجيبيها. حلوة أوي. معانا الساطور بتاعنا والسكينة بتاعتنا زي الفل، بسلناها كويس عشان عايز أقدمه بشكل حلو. سنيتي السكينة بالمسن بالمستحد، مش لعبة أي حد، بتمسحين منديل كده علشان نتيجة احتكاك المعادن مع بعضها. لسه مش دلوقتي. المقادير ماشي، نطلع بالمقادير. يلا. يلا طلعنا بقى فلة، فلة، تمام على الشاشة. مقادير على الشاشة، اسباجيتي جمبري لحم، كريمة لباني زي ما حضراتكم شايفين كده والتفاصيل. هنبدأ نحط الخضار اللي احنا من شوية كان معانا. ده بصل، فلفل. شايفين الخضار ده؟ انا كنت بحمره من شويه اهو، ده طعمه رهيب. والفلفل الحار ده اهو على السفره، الله،
وناخد الساتور بتاعنا معانا صوص الجبنه اللي احنا عاملينه والسبيت بتاعنا ده كده. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. يلا شفيه، وعلى البلانشه بتاعتي نفس القصه. سبيت مالي بمدرسه المغازي. ونفس القصه سبيت مالي. كريسبي، سامعين الصوت ده كده؟ قطر ماشي عليه. ونشيل شويه كريسبي دول ونحطهم هنا كده. الله عليك يا شيخ. ومعانا الصلصه بتاعتنا السبايسي شويه. اللهم صل على النبي. معانا صوص الجبنه الحلو. شكل جديد، طعم تاني زي ما حضراتكم شايفين كده، تفاصيله من بدايه الحلقه. ونسيبه بقى بألف هنا وشفا للي ياكل. حلو قوي. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل مكرونه نجرسكو بالجمبري. التايم بتاعنا لا يتعدى العشر دقائق. مقاديرنا على الشاشه. مكرونه في النار بتتسلق، ومعانا التوم، مكعبين من الزبده، قليل من الشبت، واحنا مع بعض كده هنعملها سريعا. عينيا، حاضر. عايز تشوف السمكه اللي في الفرن تدفع كام؟ انا مش ناسيها، المال الحلال ربنا مبارك فيه. بس عايز اعمل حاجه هنا للامانه. شفت الجو ده كده؟ ده روزماري. الله، الله عليك يا شيف لما تشتغل بمزاج رايق. تعالوا نطلع مع بعض السمكة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا مع بعض. هنقدمها هنا. سمكة ناجل مشوية بالخضار. صويا صوص، تشكيلة من الخضار خير أرضنا. توم، بصل، جنزبيل، والحلاوة الجميلة، والسمكة رافعة ديلها. ايه الحلاوه دي؟ يلا الف هنا وشفا. تعالوا مع بعض نعمل المكرونه سريعا. طاسه على النار. دلعني بقى يا شفي، دلعني. استاهل ولا ما استاهلش؟ معلقه زيت زيتون، بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، تحميره حلوه على النار. حلو، سايبك تدلعني، سايبك تستمتع مع بياض وحمار السمكه. ايه ده، ايه الحلاوه دي. شويه زعتر حلوين، النهارده دلع اكله سمك. وخليها سمك النهارده، وبنعيد الحلقه دي يا عم الشيف يوم الخميس مع بعض ان شاء الله. دي خطه البرنامج بتاعنا، وده بناء على رغبه حضراتكم. بصلايه تتحمر كده مع عود ريحان حلو، اخد الفليفر بتاعه عشان عينيا ما تدمعش من البصل. بنزل بالجمبري الطيب. يا ويلي، جمبري لحم اهو. التقليبه دي حلوه. المكرونه بتستوي في النار، ومش اي ميه على فكره. شفنا الفليفر بتاع الميه في من تحت المصفى دي، بوكي جارني، يعني الميه المكرونه دي بتتسلق في فليفر من الخضار اهو. ممكن كمان تتسلق في فليفر من البيون بتاع السمك، يعني مع البيون ده او مع الخضار ده ممكن نحط روس السمك، ديل السمك، ويبقى عندي بيون السمك كده اسلق فيه المكرونه، تبقى المكرونه واخده طعم السمك بالشكل ده كده. نقلب الجمبري بتاعنا، ونشيل عود الريحان، مش عايزينه بقى خلاص، خدنا اللي احنا عايزينه منه. بعد الجمبري ما يديني لونه وشكله، بنزل بقليل من الدقيق. العب كمان واحدة، العب كمان واحدة. نعم. التعايش مع السمكة وعي. أنا عارف والله العظيم مرزة أنت. شفت الجو ده كده؟ ده جمبري بدوره مع معلقتين من الدقيق، مع التوم، مع البصل، مع زيت زيتون، مع زبدة،
الجمبري خلاص جاهز. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو وانا شغال اهو، واحدة واحدة مع بعض. برفع المكرونة خلاص، اللهم صل على النبي. تعالي يا مكرونة، مكرونة مكرونة اهي زي ما هي كده اهي اهي، بشوية المية بتوعنا اهو. يلا يلا مع بعض، يلا اهو تاني تاني. يلا اساتذة المصورين حبايب، اهو مكرونة مع بوكيه جرنيه، طلع اهو اهو زي ما هي اهي. يا ويلي يا ويلي، هو ده الله. ايه الحلاوة دي؟ اني اغرق مع اليود وطعم الجمبري، جمبري سويسي. حلو، ينزل بالكريمه اللباني. يا ويلي غرقها كريمه، دي النجريسكو. وناخد شويه سوائل او ميه من اللي موجوده عندي. يلا 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 بس خلاص، ونقلب. طبق مكرونه بيتكلم مصري، معمول بخفه دم مصريه. شفت الفص الجمبري في قلب المكرونه اللي هتكمل سواها مع الصوص والكريمه اللباني؟ على النار، ونشيل كل حاجه من هنا ملهاش عوزه. حلو قوي، وندعمها ونطعمها مع قليل من الزبده. حلو قوي، ونجيب كسروله التقديم. تعالي يا حلوه، الله. طبيعي نجرسكو يعني جبنه، بس الجبنه مختلفه. الله، بص على المكرونه دي يا شفيق، بالله عليك بص على شويه المكرونه دول، بص على المكرونه الجامده دي. ده لسه 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 المكرونه دي بعد ما نخلص هنعمل عليها حفله. شفت المكرونه مع الجمبري؟ مكرونه مدرسه المغذي بتقول سلق المكرونه نص سوا قبل اضافتها للتابع ليها، سواء فراخ سواء لحمه سواء جمبري. فين الشبت؟ فين الشبت؟ عايز الشبت، هو ده هو الشبت، سر المكرونه. بس خلاص، حلو نقلب، ننزل بنص الجبنه والنص التاني. الله، مكرونه نجرسكو صاحب الاختراع وحقوق الطبع للمغازي. ناخد المكرونه، يلا يلا مع بعض. اهو 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 اهو، العب 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 يا سمك. اهو هو ده كده، لسه ما خلصتش، اللحظات الأخيرة، هو ده. حلو قوي، بناخد شوية الجبنة اللي عندي. معانا وقت ندخلها الفرن يا شباب، هو ده، ونقول التفاصيل مع بعض. فرصة نقول معلومة غير معلومة. المكرونة نجرسكو اهي، يا ويلي ألف أنا وشفا للي ياكل. درجة حرارة الفرن عندي 180، إيه المطلوب من الفرن يا شيف؟ كل حاجة مستوية، الجمبري مستوي، المكرونة مستوية، هي تاخد وش. ألف أنا وشفا، بص عليها بص. يلا، نجرسكو في الفرن، محتوياتها وتفاصيلها في قلب الكسرولة. عملت إيه النهاردة يا شيف؟ أروق الدنيا دي الأول عشان أعرف أتكلم. مطبخك يبقى رايق، وارد فاجئك حماتك. قايله لها من امبارح ان عامله لها اكله سمك على طريقه البوغازي، فهتفاجئك في المطبخ، تشوفك انت بتعملي السمك ازاي، لان اي ام شاطره في عمل السمك بتعلم ولادها السمك، احنا كلنا عارفين الكلام ده، فتلاقي مطبخك رايق وزي الفل، لان احنا واخدين فكره عن لما بنعمل اكله سمك بيبقى المطبخ كعبله، في حاجات كتيره، حلو الكلام؟ فتعالوا مع بعض نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. ببساطه خالص، خدنا أول حاجة السمكة الناجل بتاعتنا تبلناها، وجبنا الخضار المشكل بتاعنا قطعناها شكل جوليان، دي مصطلحات طهوية مالكيش دعوة بيها، أو قطعها شرايح، وتبلناه بالصويا صوص والثوم وزيت الزيتون. وبعدين خدنا السمكة حشيناها الخلطة اللطيفة وحطيناها في طاسة شديدة الحرارة وحطيناها في النار، حلوة أوي، وسبناها تكمل سواها في الفرن. والتفاصيل معايا السمكة وبياضها، بنشوف طبعا السمك الناجل وبياض الناجل واللحم الأبيض بتاعه جميل ازاي. بص على البياض، بص على الحلاوه. الف انا وشفا اللي ياكل. شفت السمك البياض؟
دي التفاصيل اهي، الف هنا وشفاء مع الخضار بتاعنا زي الفل. عملنا كمان صبيت مقلي بمدرسه المغازي، شفنا تبلناه ازاي وبعدين حمرناه زي ما هو سليم في النار، بس لازم تشيل العين بتاعته والحبر بتاعه. وبعد ما اتحمر وبقى كريسبي خليناه على جنب، عملنا له الصلصه بتاعته سبايسي شويه او هاف سبايسي زي ما انت عايزه، وبعدين حطيناه شو مع بعض في الفلامبي بتاعه مع تشكيله من البصل والفلفل المتحمر بنفس التتبيله، وبعدين نزلنا عليه بصوص الجبنه اللطيف الحلو بألف هنا وشفا اللي ياكل. ايه الحلاوه دي؟ ايه يا شفيق دي على فين يا شفيق؟ ده على فين دي بالله عليك؟ تفاصيلها كلها اهو، كريسبي هتلاقي، طعم الجبنه هتلاقي، طعم الصبيت المقلي هتلاقي، كل حاجه حلوه هتلاقيها، خبره طهويه هتلاقيها. اهي على فين؟ هو ده، حلو الكلام. الف انا وشفيق، انا مش مسموح لي اكل على الهواء مراعاه لايه؟ للجماهير. حلو قوي، مش عايز يا ستي مشاكلك دلوقتي. حلو قوي، وطبعا معانا النجرسكو بتاعتنا في الفرن هنطلعها مع بعض. ولكن قبل كل حاجه عايز اقول حاجه حلوه. ايه هي؟ بدايه عام ميلادي جديد، احنا مع بعض بدانا السنه الميلاديه، عملنا الديك الرومي وعملنا حاجات لطيفه، كان امبارح اكل صحي، ولكن نشتغل. عايزين السنه حلوه بجد والله العظيم. انا مواطن من البلد دي، ودم دي لو جرحته كده هيتكلم مصري، بحب بلدي قوي. حلو، فلازم نشتغل عشان بشغلنا هتبقى 2023 حلوه باذن الله. ما نعلقش اخطائنا على شماعه ونقول اصل ومصل، لا، بكل الكلام ده ما بعترفش بيه. اشتغل، والقران الكريم قال لك لكل مجتهد نصيب ومن جد وجد. افتح الفرن. حاضر يا فندم. اهو احنا على طول، ما احنا ما بنبطلش يا شفيق انت عارف، هنطلع البكرونه بتاعتنا زي الفل. اهو دي جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هو ده المكرونه دي بهديها لك بعد ما نخلص. مع الصبيت المالي الف انا وشفا. بس خلاص عينيا. تعرفش بيقول لي هيقدمها قدام. تفاصيل لاكل السمك النهارده، وخليها سمك النهارده، وباذن الله تعالى الخطه البرمجيه بتاعتنا ان احنا بنعيد الحلقه دي يوم الخميس ان شاء الله وباذن الله تعالى. يعني رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.